ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث. نسلط الضوء من خلال هذه الحلقة على جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيا في تعز ومدى حضور ومهنية المنظمات الدولية في تقييم حالة حقوق الإنسان في اليمن. ترصد وتوثق وتفضح انتهاكات حقوق الإنسان من خلال ما يصدر عنها من بيانات وتقارير. إنها منظمات حقوق الإنسان التي آلت على نفسها المطالبة باحترام وتكريس حقوق الإنسان، خاصة في اليمن التي تشهد جرائم حرب من قبل الميليشيا الانقلابية على الدولة والمجتمع. هكذا يفترض أن تكون عليها مهمة المنظمات الدولية والمحلية، وهكذا يجب أن تبدو مهمتها ووظيفتها الإخلاقية المعنية بالانحياز للضحايا فقط. لكنها على عكس ما يفترض غدت هذه الوظيفة مشكوك فيها، وأمام الرأي العام المحلي بدت المنظمات الحقوقية الدولية خاصة متواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال فترة الانقلاب واجتياح المدن. ففي مدينة تعز خرجت اليوم مسيرة تندد بالصمت الدولي واتهام الأمم المتحدة بقتل المدنيين من خلال استمرار الميليشيا في حصد الأرواح وإفلاتها من العقاب حتى من تهمة الإرهاب. وتعتمد المواقف الدولية التي أو في تقييمها لحالة حقوق الإنسان على تقارير المنظمات العاملة، فيما تأبى الأزمة اليمنية إلا أن تفاجئنا كل يوم بفظاعات وغرائب جديدة تضاف إلى كل مآسيها وتعقيداتها. جرائم الحرب المرتكبة في مدينة تعز وغيرها من المدن ودور المنظمات الحقوقية وتداعيات المواقف الدولية هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. لم يمض يومان فقط على إعلان واشنطن أن ميليشيا الحوثي منظمة غير إرهابية، حتى صبت حمم بارودها على أحياء تعز وخلفت 17 شهيدا بينهم نساء وأطفال وأكثر من 90 جريحا بحسب مصادر طبية. وما كان ممكنا والحال هذا لولا العالم الذي يتفنن أعضاؤه الكبار بصناعة مجرمي الحرب، كما يتفننون في تقاسم المصالح تارة بشن الحروب وتارة أخرى بحماية القتلة وتدليلهم. يقول أهالي تعز إن مدينتهم ضحية سياسة ممنهجة تتبعها الميليشيا وتتواطأ معها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتغيب عن نتائجها المنظمات الحقوقية والإنسانية. تتضح هذه السياسة جليا في المذبحة الأخيرة التي نفذتها الميليشيا رغم اتفاق التهدئة وبالتزامن مع المهرجان الدبلوماسي المنعقد في الكويت لحل الأزمة. لم تترك الصور مأساة في عمر الحرب في تعز إلا ووثقتها، لكن ثمة حلقة مفقودة تستوجب علامة استفهام كبيرة. فما الذي يحول دون نقل هذه الجرائم من مجرد صور شهد عليها العالم إلى ملفات جنائية تؤخذ على محمل الجد، يلاحق مرتكبوها وتفرض على طاولات السياسة حيث يجري البحث عن حل للأزمة. يتفق مراقبون للوضع اليمني على أن المنظمات الدولية تعتمد على تقارير غير مهنية في توثيق وتقييم ما يحدث على الأرض، بينما لا تؤدي المنظمات العاملة دورها بالشكل المطلوب، والسبب يعود إلى ظروف الحرب والتجاذبات الإقليمية والدولية في المنطقة. رغم ما يتمتع به نشاطها من إطار أخلاقي جوهره الحياد والانحياز للضحايا فقط، السلطة الشرعية غير مهتمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية النافذة، وعلى ما يبدو أنها لا تضع في اعتباراتها مهمة العمل الحقوقي، إذ تقتصر جهودها على مندوبيها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما لا تحضر في أجندة المنظمات الدولية الفاعلة على الأرض، كما يبدو الطرف الآخر الموغل في الانتهاكات. إما جثث مبتورة كما نرى، أو جروح بليغة ستخلف إعاقات مستمرة. لا تكفي مهمة عرض صور الضحايا على الإعلام وحسب، لكن المهمة الأكثر إنصافا أن تتحول إلى تقارير قضائية يقاد على إثرها القتلة إلى العدالة الدولية ومحكمة الجنايات. إذن مشاهدينا، في حلقة الليلة سنناقش جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيا وأيضا دور المنظمات الحقوقية ومدى المهنية والحضور في تقييم أو في رصد هذه الجرائم القائمة والتي لم تتوقف حتى اللحظة، خصوصا في مدينة تعز. مشاهدينا، في النقاش سيكون معنا وزير الشؤون السمكية الأستاذ
فهد كيفاين، كما سينضم إلينا من الكويت فيصل المجيدي المحامي والناشط الحقوقي، على أن تنضم إلينا إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وسينضم إلينا مؤخرا يوسف أبو راس مسؤول التقارير الدولية في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. إذن سنستقبله اتصال من وزير الشؤون السمكية الأستاذ فهد كيفاين، لا أدري إن كان الاتصال جاهزا. إذن نعم يبدو أن الاتصال لم يجهز حتى اللحظة. مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. الفاصلة بين محافظتي الضالع وعبد. استبشر المواطنون خيرا بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الأهلي الحضرمي. بادرة أولى نحو إحياء المشهد الثقافي في عدن تتمثل بتأسيسها. بدأت تأثيرات عصارة شابالة بهطول الأمطار على معظم مناطق حضرموت تصحبها جهودا ضئيلة للسلطة من أطراف محافظة الجوف. هكذا يستعد أبناؤها لمعركة فاصلة تحررهم من قبضة ميليشيات الحوثي وقوات صالح. كل الأحداث في تعز لا يمكن للعالم أن يشاهدها إلا في ظل بقاء عدسات الصحفيين يقظة قبل عيونهم، وهو ما يجعل البعض يسابق الزمن في نقلها حتى ولو كلفه حياته. إذن مشاهدينا سينضم إلينا الآن فيصل المجيدي المحامي والناشط الحقوقي من دولة الكويت. سيد فيصل مساء الخير. سيد فيصل هل تسمعني؟ نعم أسمعك أخي. بداية مساء الخير سيد فيصل، كيف نقرأ موقف الدول الغربية والمنظمات أيضا الغربية والولايات المتحدة مما يصلها من تقارير محلية وإقليمية ودولية بخصوص الانتهاكات في اليمن؟ نعم، الواقع أن الانتهاكات التي تحدث في اليمن تدخل تحت مسمى جرائم الحرب، وهي قضايا نظمتها العديد من الوثائق التي يطلق عليها بالقانون الدولي الإنساني اتفاق جنيف الأربع، وفيما يخص الحالة في اليمن وبتعز على وجه التحديد تندرج من اتفاقية جنيف الرابعة والتي حددت فيها جرائم الحرب وأعطى للمدنيين وكذلك الإضافيين الذين وقعوا في 76، ثم تم تأكيد ذلك من خلال آلية دولية تعمل في مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي هذه الآليات الدولية محددة وملزمة لكافة الدول، ومن ثم حقيقة ربما أن هناك ملاحظات حتى على المنظومة الدولية التي هي تعاني أو في صراع شديد مع وثائقها الدولية ومع القانون الدولي الإنساني الذي يلزمها بأن تتحرك وفقا لهذه الوثائق أو المصالح السياسية. يبدو لي حتى هذه اللحظة أن المصالح السياسية لما تزال طاغية، وبالتالي كان ينبغي أن يتم يعني على الأقل انتقاد أو إصدار تقارير إن لم يتم بعد ذلك مطالبة تحديدا من قبل الحكومة اليمنية أو عبر وزارة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية تستطيع التحقق من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين، باستهداف البنية التحتية وكذلك الطواقم الطبية واحتجاز معدات، وهي كلها جرائم تنطلق أو تندرج ضمن جرائم الحرب. القتل المتعمد لشخص محمي بموجب الوثائق الدولية كالمدني الذي لا يشارك في العملية العسكرية، أو حتى للأشخاص الذين ألقوا السلاح، وكذلك للأطفال والنساء الذين يدخلون تحت هذه الحماية بنصوص القوانين الدولية. وبالتالي هذا السكوت حقيقة مستغرب تماما وعدم إصدار تقارير واضحة. لكن إذا كانت التجاذبات الإقليمية والدولية في المنطقة هي التي أفسدت المهمة الأخلاقية للمنظمات الدولية في اليمن قانونيا، يعني هل من حل هذه المعضلة؟
القانون فقط هو التطبيق لهذه الوثائق. الحقيقة أن الجانب الأخلاقي يجب أن يسمو بمثل هذه الحالات، لكن مع ذلك لدينا قوانين يجب المطالبة بتفعيلها. بالنسبة للمنظمات يعني غير الحكومية لا تستطيع أن تلزمها مطلقا، لكن ذلك يعبر عن ربما الكيل بمكيالين وربما عن غياب الجانب الأخلاقي للمنظمة والعمل الحقوقي. حقيقة سيكون محاكمة تاريخية سواء للمنظمات غير الحكومية أو المنظمات الرسمية التي ينبغي أن تطلع بأدائها. ونحن نتحدث هنا عن حقوق الإنسان وبوضية حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها من الأزمة الواضحة الصليب الأحمر يجب أن يتحقق من وصول انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان، وكذلك فروع هذه المنظمات في اليمن. اعتماد بعض المنظمات الدولية على تقارير لأشخاص في الأساس يندمون أو ينضمون أو في تعاطف مع الجانب الميليشياوي ربما أثر بشكل كبير في تقارير هذه المنظمات، ومن ثم تقديم الصورة بطريقة ضبابية وغير حقيقية، وهو أمر حقيقة يجب أن يتم تلافيه في المستقبل القريب. الواقع أن التشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث تحديدا في مدينة تعز واستهداف الأطفال واستهداف البنية المدنية، لأنه لا يوجد أي ضرورة عسكرية مطلقا في حصول هذا القصف. نحن نتحدث عن أماكن وأوضية مدنية، عن بنايات مدنية، عن أسواق، عن استهداف يعني لسكان بطريقة بشعة للغاية. نعم، يعني سيد فيصل، يعني في ظل هذا التخاذل القائم من قبل المنظمات وأيضا بالنظر إلى المذابح التي تشهدها مدينة تعز، يعني يوم أمس مذبحة وعصر اليوم كما يعني تناقلت الأخبار عن وجود أيضا قصف على المدينة ومذابح هناك، يعني ما هو الموقف المفترض والخطوة الأهم من الحكومة في يعني في هذا المضمار؟ سؤال في غاية الأهمية. الحكومة ملزمة بموجب التفويض الشرعي الذي الرئيس الذي بموجبه يطلق دائما عليه بالشرعية أن تقوم بحماية الشعب اليمني، وبالتالي هذه الحماية تقتضي أمرين: أولا الحماية العسكرية إذا لم تستطع بالقيام بواجبها بذلك فيجب عليها أن تتوجه للآليات الأخرى وهي إجراءات آليات ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني، وبالتالي التوجه إلى المنظمات الدولية كالصليب الأحمر باعتبارها من آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني لرفض هذه الانتهاكات، ومن ثم تقديمها أيضا لمجلس حقوق مفوضية حقوق الإنسان وبعد ذلك للمجلس، وبالتالي التوثيق لهذه الجرائم، ومن ثم المطالبة بوضوح بمعاقبة منتهكيها هذه الجرائم التي لا تسقط للتقادم. بالمناسبة مسألة القتل العمد للمدنيين هذه واردة في النظام الأساسي وبالتحديد في المادة الثانية والخامسة والسابعة، والتي عرفت هذه الجرائم باعتبارها جرائم جسيمة سواء كانت قالت يعني أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو حتى جرائم إبادة جماعية، ووردت كل هذا من هذه الصفات، ومن ثم يجب الاهتمام بهذا الأمر بشكل كبير. نعم، سيد فيصل تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن وزير الدولة للشؤون السمكية الأستاذ فهد كيفاين. سيد أو سيادة الوزير مساء الخير. مساء النور. سيادة الوزير، حاليا تسيل الدماء على الأرض بالتزامن مع المشاورات في دولة الكويت، لماذا لا يضع المجتمع الدولي حدا لهذا النزيف القائم؟ اولا اود ان اصحح معك الصفه، ما فيش حاجه اسمها وزير الدوله للشؤون السمكيه، وزير الثروه السمكيه. نعم، وزير الثروه السمكيه. الامر الاخر، سؤالك كان متعلق بما يحصل من مذابح ومجازر في تعز. نعم، اعتقد انه ما يحصل في تعز من المجازر ننظر إليها بمعزل أو بفصل عما دابت عليه ميليشيات الحوثي وصالح من مجازر في كل أرجاء البلد، وكان لتعز النصيب الأوفر من هذه المجازر، وهي تعد عملية تراكمية في منهجية القتل والتدمير
التي كانت العنوان البارز للميليشيا الإنقلابية، وما حصل أمس وما لا زال يحصل من الجرائم الدامية ومن المجازر المهولة في تعز، والصور التي رأيناها تبعث برسائل سلبية وللأسف قاتمة وواضحة إلى المشاورات في الكويت أولا، وثانيا أيضا إلى المجتمع الدولي والدول الراعية للمشاورات. ومجمل هذه الرسالة أن الإنقلابيين وميليشيا الحوثي وصالح لا تريد السلام ولا لكن تساعد بالمقابل يعني سيادة الوزير بالمقابل الشارع اليمني في تعز بالمقابل سيادة الوزير الشارع اليمني في تعز وفي الداخل يموج بالاحتجاجات ضد الأمم المتحدة ويتهمها بقتل المدنيين، أنتم في الحكومة هل تضعون في اعتباركم هذا الرأي العام؟ بالتأكيد الحكومة فعلا تدين هذا العمل، وهناك بيانات صدرت عن الحكومة، والحكومة تعمل بكل جهدها للضغط في إيقاف المجازر في تعز وعن كل المدن اليمنية. الأولوية القصوى لدى الحكومة اليمنية ولدى السلطة بشكل عام من الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة، الأولوية القصوى رفع الظلم عن 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 أهالينا وعن اليمنيين سواء. لكن ما الذي تحقق يعني تعز تعز كل يوم وهي تقصف وتباد، يعني ما الذي تحقق من ذلك؟ وتعد ضمن جرائم حرب وجرائم الإبادة التي ينبغي أن تجعل المجتمع الدولي والأمم المتحدة تصحو ويصحو ضميرها لتوصيف حقيقي ما يجري بأنها جرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين، وينبغي أن يتوقف التراخي في التعامل مع هذه الميليشيات، وينبغي أن يتوقف التعامل معها بأنها جهة سياسية. هي إلى الآن ليست جهة سياسية، هي مجموعة من ميليشيات القتل والتدمير، وإلى الآن لم تقرر هذه الجماعة أن تتحول إلى كيان سياسي وإلى جهة سياسية، وبالتالي المشاورات معها والتفاوض معها تعد عبثية ما لم توقف آلتها التي تعمل ليل نهار على قتل المدنيين مزيد من الجرائم والمذابح. أؤكد أن ما حصل في تعز أمس وما حصل قبلها من المذابح والجرائم سواء كان في تعز وفي عدن وفي غيرها من المدن، هذا نتج عن التطبيع الكبير من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة وفي تنفيذ القرارات الأممية. هذه الجماعات التي صدرت بحقها قرارات تحت الفصل السابع كانت قد وصفتها وأعطت لها توصيف حقيقي بأنها قامت بقتل المدنيين وبالاستيلاء على السلطة وبالانقلاب الحكومة الشرعية، ولكن لأن هذه القرارات الأممية وتحديدا قرار 2016 لم يطبق مع أنه صدر تحت البند السابع، لذلك هذه الجماعات لا زالت توغل في المزيد من القتل. يعني سيادة الوزير في ممارسة القتل والذبح إذا استمر تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي معها ولم تأخذ حقها من العقاب ومن الأخذ على يدها لحماية اليمنيين ولحماية المدنيين ولإعادة السلطة الشرعية واستئناف العملية السياسية. نعم سيادة الوزير، أنت تحدثت عن أن الحكومة يعني تسعى لإيقاف هذه المجازر القائمة، لكن منذ فترة والحكومة يعني بذات التصاريح أنها تسعى وتسعى وتسعى، لكن المجازر قائمة يوميا في مدينة تعز. يعني كأقل تقدير، لماذا لا تكثف الحكومة من جبهاتها الحقوقية لتضع شيئا للضحايا؟ نحن يعني ينبغي أن نعترف بالواقع، نحن في حالة حرب في البلد، وحالة حرب في الحقيقة استثنائية، لأنها مع جماعات لا تراعي حرمة المواطن ولا تفرق بين المقاتل وبين المدني ولا تفرق بين المعسكرات وبين المدن وبين المستشفيات. حكومة توجه قنابلها إلى المستشفيات وإلى الحارات السكنية وإلى منازل المواطنين.
مهما يكون من هذا الإجرام إلا لأننا لن نستسلم لهذه الجماعة. وهناك جهود على كافة الجبهات، المشاورات في الكويت، وهناك ضغط حقيقي لإيقاف هذه الهمجية. أيضا الجانب الحقوقي، وأمس وزير حقوق الإنسان عقد مؤتمر صحفي لإطلاع الرأي العام الإقليمي والدولي على ما يحصل في تعز، والحكومة أيضا تستخدم كل نفوذها وكل إمكانيتها للحد من هذه الجرائم. نحن أمام طرف وأمام خصم لا يعير الجانب الإنساني أي اهتمام، ولا تمثل القيم الإنسانية وحتى قيم الحرب. الحرب مع أنها حرب بكل ما تحمله هذه المعنى من هول وكارثة، إلا أنها في النهاية لها قيم لابد أن يتوقف عندها الأطراف. نعم. لكن ميليشيا الحوثي يصالح لا تضرب بهذه القيم على الحائط منذ أن بدأت الانقلاب ومنذ أن بدأت اجتياحها للمدن. نعم. المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي معني هذه اللحظات أكثر من أي وقت مضى، معني بالوقوف بحزم أمام هذه الجماعة. أقول في هذه اللحظات أكثر من وقت مضى، لأن هذه الجماعة موجودة في الكويت تشاور وتجلس على مقاعد المشاورات، وتزعم بأنها على استعداد تام للتعاطي مع المجتمع الدولي نحو السلام، ولكنها في الوقت نفسه تقتل العشرات من المدنيين. نعم، أشكرك سيادة الوزير. ينبغي أن نخرج من هذه الازدواجية. نعم، وينبغي بأن يكون هناك جواب واضح لدى هذه الميليشيات، إما أن تتعاطى مع السلام وإما أن تكون واضحة في لغتها، وهي لغة الحرب. وعليه ينبغي بأن تنفذ قرارات مجلس الأمن للحد من هذا. نعم. العبث الذي يحصل. نعم، أشكرك وزير الثروة السمكية الأستاذ فهد كيفاين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياضة. إذن مشاهدينا نعود إلى ضيفنا الآخر السيد فيصل المجيدي. سيد فيصل، تداعيات التواطؤ الدولي إزاء جرائم الحرب في تعز كما يصف أهالي المدينة والنشطاء أيضا، يعني هذا التواطؤ ويعني القائم من قبل المنظمات، يعني ما هي التداعيات لهذا التواطؤ؟ نعم، أنا حقيقة لا أستطيع أن أقول أنه بمعنى التواطؤ، لكن حقيقة هناك إهمال جسيم وعدم الاستماع للأصوات وإخلال بواجب، وليس فقط تواطؤ، إخلال بواجب من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. يعني عندما ذهبت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء وتتناقش معه في موضوع يعني حماية، وهذه قصة مشهورة تداولها الكثيرون في وسائل الإعلام، حيوانات تعز. يعني هذه بتينا التي هي الآن سفيرة للحوثيين لدى الاتحاد الأوروبي، لم تعد تدافع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بقدر دفاعها عن يعني ميليشيا الرعب الحوثي. وكذلك كثير من السفراء يتعاطون بشكل يعني غريب جدا، ويفرشون السجاد الأحمر لميليشيات تقتل، مع أن قوانين هذه الدول يعني تمنع أن تتعاطى مع أشخاص منتهكين لحقوق الإنسان. هؤلاء ينبغي أن لا يستقبلوا حقا، ينبغي أن يوضعوا خلف الزنازين لمحاكمتهم على هذه الجرائم التي تحدث بشكل مريع. ونستغرب أن ضمير الإنسانية الآن موضوع في ربما في الفريزر. نعم. يعني هو موت سريري للضمير العالمي فيما يتعلق بهذه الجرائم التي ترتكب، وبالتالي تداعياتها كبيرة. الناس سيفقدون الأمل في كل هذه التشكيلات الدولية، بكل هذه المنظمات التي ابتدأت منذ القرن 19، تأسست على أساس حماية حقوق الإنسان، على أساس حماية حقوق المدنيين، حتى في الحروب الدولية، في الحروب المحلية، في الحروب غير الدولية. وبالتالي عندما يتم التعاطي بهكذا سلبية، أعتقد أنها ستكون نقطة سوداء سيسجل التاريخ، أنه جرى يعني قتل الأطفال والنساء والاعتداء على المدنيين والممتلكات المدنية وعلى المساجد والمستشفيات ودور العبادة والآثار وكل هذه يعني الأماكن المحمية بموجب نصوص صريحة وواضحة وصريحة.
ونصية في القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ثم لا نسمع حتى مجرد أصوات باهتة كما كنا نسمعها. نحن حقيقة كحقوقيين نستغرب من هذا التعاطي السلبي جدا لهذه المنظمة الدولية. نستغرب أيضا أن يستمر حقيقة الوفد الحكومي بالتفاوض في الكويت. يعني الكثير من المتابعين كانوا يتوقعون موقف حقيقي من الوفد الحكومي، ربما تعليق، ربما رسالة واضحة للأمم المتحدة بأنه لن يتم مواصلة المشاورة ما لم يمتنع الحوثيين عن قتل المدنيين. كان أقلها أن يتم رفع الحصار عن مدينة تعز. الآن تتحدث أنت عن جرائم تستهدف الإنسانية بكل معنى الكلمة، تستهدف الأدوية، تستهدف الأكسجين للمستشفيات، تستهدف الطفولة، تستهدف كبار السن، المرضى، كل هذه الفئات، أيضا الأطفال الطبية يعني وسائل الإسعاف، كل هذه يعني سواء الممتلكات أو الأشخاص أو الأرواح محمية بموجب القانون الدولي. ما الذي سيقولونه يعني عندما تقوم هذه المنظمة الإيرانية وهي منظمة الحوثي بقصف المدنيين بشكل متعمد وواضح في أسواق، في أماكن لا توجد هناك أي ضرورة حربية، هناك قواعد في القانون الدولي الإنساني من ضمنها حماية للمدنيين، من ضمنها التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية البحتة، يعني مبدأ الإنسانية أيضا في التعاطي مع هذه الحروب. وضحت الصورة سيد فيصل. نعم، إذن أشكرك سيد فيصل المجيدي المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن يوسف أبو راس، مسؤول التقارير الدولية في التحالف اليمني لرصد وانتهاكات حقوق الإنسان. مساء الخير سيد يوسف. مساء النور. مساء النور. سيد يوسف، ما الذي لدى التحالف؟ أهلا بك سيد يوسف. ما الذي لدى التحالف اليمني من أرقام وتقارير مستجدة عن حالة حقوق الإنسان المنتهكة حتى الآن؟ في الحقيقة الآن نعمل على إعداد التقرير الثالث، وهذه المرة سوف يكون التقرير نوعي، بمعنى أنه سوف يتطرق إلى قطاعات محددة، المرأة والطفل، كذلك التعذيب والاعتقال. يعني سوف يكون إصدار التقارير بحسب نوع التعذيب. الآن لا استحضر التغيير، لأن التغيير كل الأرقام، لأن الأرقام كما ذكرت لك يعني متغيرة كل فترة أخرى. لكن باختصار شديد أقول لك أن للأسف الشديد كافة أنواع الانتهاكات ما زالت تمارس، لم تقل على الإطلاق بل زادت. وآخر ما توصلت إليه طبعا للأسف الشديد ميليشيا الحوثي صالح مجزرة تعز التي لا تخفى عليكم. الآن نحن اعتدنا في الحقيقة ليس على الحوثيين، المعروف أنهم أصلا ميليشيا إرهابية تمارس الإرهاب، وتم تصنيفها وانتهى الأمر. يعني بالنسبة له تعامل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويفترض أن تقرر بهذا الشأن ويتم تطبيقه. عتبنا على الحكومة التي ما زالت تفاوض تلك العصابة المجرمة، تفاوضهم وأيديهم ملطخة بالدماء. يعني للأسف الشديد المجتمع الدولي والإقليم والعالم بشكل جدا. أين دور التحالف اليمني سيد يوسف؟ أين دور التحالف اليمني في التنسيق والحضور في أجندة المنظمات الدولية وفي تقاريرها الصادرة بشأن اليمن؟ إحنا كنا ضد تلك المنظمات، يعني شكلنا ضغط كبير يعني من التقرير الأول والثاني وهذا التقرير الثالث. تمثل ضغطنا وأثمر عن أن المفوضية السلام لحقوق الإنسان تواصلت معنا وطلبت تزويده بآخر مستجدات لدينا، وتم تزويدهم بالتقارير وتزويد المفوضية مكتب صنعاء ومكتب الرئاسة في جنيف. أعطينا نسخ من التقارير ونعمل تنعكس في التقارير القادمة التي سوف يصدر في سبتمبر. دورنا نتمثل كما ذكرت في توثيق ورصد تلك الانتهاكات، وسوف نعمل على إصدار هذه التقارير النوعية ونقدمها في الاجتماع في الجلسة 33 من مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم في جنيف. نعمل إن الآن نحن دورنا للأسف الشديد كمنظمات مدنية لا نملك سلاح يعني حتى نوقف تلك الانتهاكات. دورنا فضح تلك الانتهاكات وتوثيقها انتظارا للحظة الحقيقة، يعني حتى يتم تقديم الجنان للمحاكمة العادلة وإنصاف الضحايا. إذن وضحت الصورة سيد يوسف أبو راس، أشكرك كثيرا، مسؤول التقارير الدولية في التحالف اليمني لرصد وانتهاكات حقوق الإنسان.
إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي عبر الهاتف وزير الثروة السمكية الأستاذ فهد كيفاين، وأيضا انضم إلينا من الكويت فيصل المجيدي المحامي والناشط الحقوقي. كما أشكر أيضا يوسف أبو راس مسؤول التقارير الدولية في التحالف اليمني لرصد وانتهاكات حقوق الإنسان، وأعتذر على عدم القدرة في التوصل أو التواصل مع إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. يعني حاولنا الاتصال بها من تعز، ولكن يبدو أن هناك مشاكل في الاتصال في هذه المدينة، لم نتمكن من التواصل معها. مشاهدينا في الختام أشكركم وأشكر جميع أفراد طاقم العمل، أشكر أيضا الزميل محمد القاسم في الإعداد، وحتى الملتقى أترككم في رعاية الله.